فيها بالغار. أنا تذكرني يا أبو، أنت تذكرني ما حدا بينسى روحه يا أبو غور. أنا عاشتك يا أبو عبدالله. أنت روحي عاشتك هلي غوار. احتاج لك أبو عبدالله. مشتاق لك يا ابو عنتر. انا وانا مشتاق لك صدقني من جوات قلبي يا ابو الغور. قديش مشتاق لهذا الكرسي، قديش مشتاق لعيد الصداقه تبعنا. كلهم مشتاقوا. اهلين لك يا ابو الغور. تفضل حبيبي تفضل. امتى جيت؟ انا يعني جيت قبلك شيء 10 دقائق بس. يلا هابي نيو يير اخي ابو عنتر. هلا قبل هابي نيو يير اخي ابو عنتر، انا زعلان منك كوميات كوميات. انا اللي لازم ازعل من هالدنيا كلها. هلا راح تعمل لي ضربني وبكى وسباني واشتكى. ما ابكي بدون ما اضرب حدا، ما اشتكيت غير لرب العالمين. إذا كان معقولة، معقولة يا منظوم ما تجي تودعني بالحبس وتعطيني عنوانك مشان اتصل فيك بالدي اتش ال قبل ما تهاجر لأستراليا؟ أني أستراليا؟ اللي كنت فيها. أو هنتر أنا ما كنت في أستراليا. أصبح بقرقيزيا. لا أنا كنت بالحبس. فهمنا، إذا كنت بالحبس يعني الحبس بنسيك حبنا وصداقتنا. حبس؟ أنو حبس؟ الحبس المركزي. يا لطيف، الحبس المركزي 20 سنة؟ ليش شو عامل؟ أنا أبو عنتر ما عملت شيء، هن اللي عملوه. مين هن؟ احكي لي بعدين بحكي لك. هلا في شيء أهم، مو بدنا نعايد على بعضنا. هابي نيو يير أخي أبو عنتر. هابي نيو يير. درويش درويش يا خي درويش، عالخبزة والمي يا خالي من عيش. درويش درويش يا خي درويش. مليون حمار لعمل القصة. معقولة كل هالشي يطلع من تحسين؟ طلع طلع يا أبو عنتر. والله وكيلك وكيل السماء والأرض، ما كذبت عليك بحرف واحد. الله لا يوجه لك الخير يا تحسي، وين ما رحت وين ما اجيت حتى لو كنت ابن حماي. اكيد اكيد هن اللي قتلوا مرتي ويهتموا بنتي ورموني 20 سنة بالحبس. وهلا انا طلعت من الحبس، بس يا ريتني ما طلعت. شو طالعني؟ يا ريتني ما طلعت. مالي قادر الا لبنتي. انا ابوك يا بنتي. مالي قادر. نسيت أبو الغور. روي غوار روي. بنكبة حزيران ما بكيت. ليش أنا نكبتي ما بتبكي يا أبو عنتر؟ والله العظيم بتبكي، بس نحن للظالمين. أوف جناحي جناحي هو أنت مكسور. باطل. أنا جناحك وحياة عينك يا أبو الغور. بخاف بخاف رجعي فيك يا أبو أنت. ولو أعرف أنك ما بتداوم على عيد الصداقة ما كنت جيت. صدقني يا أبو الغور ما قطعت ولا سنة.
شو كنت خايف؟ كنت خايف يجي تحسين. ما بتطلع معي، ما ممكن تطلع من قلبي انه هابي نيو يير يا تحسين، ما بتطلع. تنقلق والو، تنقلق والو هالضلالي. خوش انت بعد ما سافرت بثلاث سنوات هو قطع. وانت حبيبي انا ما سافرت، قصدي فتت على الحبس. يا لطيف، معقول؟ عم اقول لحالي ليش اجى على الحبس والفطني الفطة من عباب الحبس، وراح كمان شو شغلني عند ابو العز. لا وشغلة تانية، كل ما بدي يجي لأعمل مشكل او اعمل لي شي خناقة فوت فيها الحبس ما يسمحوا لي، قتلوا لي مواهبي. انا بقول لك ليش يا ابو عنتر، بيخافوا تفوت بمشكلة على الحبس لو بنجتمع انا وياك وتنكشف كذبتهم. مزبوط. لا وفوق منها كمان راح لزقني باخته وجوزني اياها وانا ما بحبها. شوف على هالتكتيك، شوف هيدا كان هذا تحسين صبع الصهيونية بالتكتيك. وانت حبيبي شو صار عندك ولاد؟ ستي والمرأة حامل بتوم. ايه وهذا ما بتحبها، جبت ستي، لو بتحبها يمكن كنت جبت شي 12. ما انا لو كنت بحبها ما كنت جبت ولاد، خليها سنادي لخاصرتي وباخدها وين ما بروح ووين ما بجي. لذلك بزيت منها اولاد مشان تلزق بالمطبخ وتحل عن خاصرتي. على كل الله يخلي لك ياهم ويقيمها بالسلامه ان شاء الله بالتوم الجديد. الغور اسمع الخبريه، انا صار اسمي الحركي هلا ابو غوار، شنو اول صبي اجاني سميته على اسمه تيمنا وحبا فيك. شكرا اخي ابو عنت، مدري ليش يعني انا وعبد الناصر بيسموا على اسامينا. ايه اسم الله حولكم، اسم الله حولكم. ارغور تعريف جاء على بالي ارمي يمين الطلاق على اخته لتحسين، خاصة بهالشي اللي عمله فيك تحسين. لا لا ابو عنتر الله يرضى عليك، هي حرام حرام، هي شو ذنبها يعني؟ ذنبها انه بتضل اخته لتحسين. بس يعني يمكن ما لها دريانه. بس هي قالت لي انه ابو الغور سافر لاستراليا، هيك قال الا اخوها تحسين. شفت اخوها اللي قلها. مزبوط. عارف اخي ابو انت ان شاء الله، بس الله يمن علي يعني باللحظه المناسبه واقدر الا لبنتي انا ابوكي يا امل، فهمتي يعني؟ بس هيك الله يمن علي، بدنا نعرف بنتي ومرتك على بعض ونصير نطلع نقعد قعدات عائليه هيك. هذا الشيء بيشرفني يا ابو الغور، وانت بتعرف محبتك وغلاوتك عندي. لك ابو الغور انا ما عاد اتحمل راسي. شو رايك هلا بروح لعند تحسين على مكتبه قدام موظفينه كلهم بسفوا قتلي حشكو لبك، وبترك من عند ابو العز وبرجع لعندك لهون بس انت امور. اوعى، لانه وجودك عندهم بجوز يساعدنا للوصول لشي دينهم او يثبت براءة عمي غوار، لذلك ما حدا لازم يعرف انه عمي غوار اخذ تخفيض وطلع من السجن، لانه ممكن يأذوه. اي نعم بيأذوني. اي والله اللي بيضربه بوردة لا اضربه بوحده 60 صر ماي عتيقة، وخير البر عاجله. ابو عنتر الاحسن نشتغل بهدوء لغاية امل ما تقتنع انه ابوها بريء. وشلون بدها تتم خريطة الهدوء؟ نحكي المساء، هلا اجوا البنات. اخي ابو الغور. ابو الهنا، شو اتفقنا؟ اخي ابو الهنا، انا وحده منهم بنتك الحلوه. التنتين حلوين طرفانيه. التنتين طرفانيات معناتها
اللي بالنص بدها تكون اللي بالنص. إيه ما في حدا بالنص. مرحبا عمو ابو الهنا. اهلين حبيباتي، اهلا وسهلا. بعرفكم صديقي الصحفي رامز اللي واقف الى جنبي. شرفنا. هون سيد ابو عنتر صديقي تبع عيد الصداقه اللي من 20 سنه ما شفته لليوم. تشرفنا. انا حسنة وهي امال. اصبح هي مين هي؟ البنت قصدي البنت اللي بتشبه اخته لابو الهنا. لحقت وحكيت له قصتنا؟ انا ما بخبي شيء على اخي ابو عنتر. الله يعزك اكثر مالك معزوز. تفضل تفضلوا. يلا شرف. تفضل تفضل تفضل. مالي يا هون حسنا يا هون افضل رامي يا هون وانا لهون. اهلا وسهلا. شو بتحبوا تاكلوا؟ شنو الغدا اليوم على حسابي؟ لا عمي ابو الهنا، اليوم على حسابي وغير يوم انت بتعزمنا. الحمد لله تأمنت عزيمة تانية. ولو على حسابك. شكرا. اليوم أنا فرحان، لا تنزعوا لي فرحتي. خلص خليها على أخي أبو الهنا اليوم. إيوة، ومو فرحة واحدة، فرحتين. فرحة إنه التقيت بصديقي وأخي أبو عنتر، وفرحة تانية إنه تصالحت أنا والست أمل. يعني بقى مشان هيك يعني شو بتحبوا تاكلوا اطلبوا هاللي بدكن يا شنو على حسابي. خلص طالما على حسابك انت نقيلنا. طيب شو رأيكم بتحبوا تجربوا السندويش هذا المدور؟ أمس دوقني يا رامز. شو اسمه رامز؟ همبرجر. شو قلت لك على الطريق؟ نحن وجايين على الطريق قال جاي على بال الهمبرجر. معناتها القلب على القلب. طق ايدك. خلاص خليها على ذوق أمل. همبرجر للكل. أبو عنتر دايق الهمبرجر أنت؟ وبعرفه شخصيا، شنو لما بيكون عندنا غداء عمال بيجيبون همبرجر. شلون بيطلبوا؟ ما بعرف عمو رامز، انت اطلبوا للهمبرجر وانا بدفع. شنو اليوم على حسابي. ها مت تا هو خلي فهمك شو بدنا ناكل. اهلا وسهلا. خمسة همبرجر. بتحبوا مع ابو فريد؟ لا همبرجر. معلش شوية بطاطا معهم. ايه بطاطا معهم. شنو بيحبوا الهمبرجر؟ كترهم. حاضر. ناولوني هالكاتشب لهون. ركزي هلا الكاتشب بده ركازي كمان. تسمحوا لي اقول كلمه؟ يمكن سمعانينا كثير. تفضل. انتوا التنتين قراب عن قلبي. شو بك يا عمو؟ لهلا